سؤال حول تعزيز سؤال حول تعزيز اسطول النقل البحري بالمحور الرئيسي طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد النائب. سيد الوزير، ما هي الإجراءات التي سوف تتخذونها لأجل تخفيف الضغط على المحور الرئيسي طنجة المتوسط؟ وشكرا. شكرا، كلمة لكم سيد الوزير. رئيس سيدنا المحترم، بالفعل كاين لجنه اللي هي مشتركه مغربيه اسبانيه تشتغل على هذه العمليه، بالاضافه الى لجان اللي هي مكلفه بالعمليه ديال المرحبا. دائما العمليه تتبدا تقريبا في شهر 10 شهر 11 من السنه اللي تتسبق العمليه ديال العبور ديال هذا الصيف. ما يمكن ان اقول هو اننا الحمد لله اليوم في اطار ما هو متوفر غادي تكون هناك على هذا المحور اللي تكلمتوا عليه 12 باخره اللي هي متوفره، غادي تعمل 45 رحله يوميا، عندها لا كاباسيتي الامكانيه انها تقدم 40,000 مسافر وتقريبا 12,000 سياره، بمعنى مقابله بمقابل الطلب اللي هو كاين في المتوسط. ونظرا لانه اليوم العيد الكبير ولا فتره الاضحى غادي تجي شويه تدخل في شهر غشت، الاشكالات اللي ربما جزء منها تطرح ثلاث ايام في الحمله في المرحبا ديال 2018 ما غاديش يكونوا هذه السنه ان شاء الله رب العالمين. شكرا سيد الوزير. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الوزير. ما كرهناش يردوا لنا واحد الخط سيد الوزير اللي كان في اوائل التسعينات اللي كيربط ما بين المدينه ومارينا سمير، او لا يكون الجزيره او لا يكون مالاغا. المشكل ليس في تعزيز اسطول النقل البحري بالمحور الرئيسي طنجه المتوسط والجزيره الخضراء فقط، بل كان في عدم قدرة البنيه التحتيه لميناء الجزيره الخضراء لاستيعاب كل السيارات الوارده من المغرب. لهذه الأسباب كانت الباخرة تستغرق أكثر من 7 ساعات عوض 3 ساعات للخروج من ميناء طنجة المتوسط والعودة إليه، وكذا قلة الموارد البشرية والإسكانير، الشيء الذي قلل من عدد الرحلات لكل باخرة. السؤال مطروح سيد الوزير، لماذا هذه المشاكل لا يعرفها الميناء الجزيرة الخضراء عند العودة الجالية جالتنا إلى الوطن الحبيب؟ لأنه بكل بساطة تتم عملية التنسيق بين السلطات المينائية والحرس المدني عند باحة السراحة من مالاغا حتى الجزيرة الخضراء، فالحرس المدني هناك يجبر المسافرين للولوج للباحة ويتم إخراجهم حسب تمليه الظروف المينائية للجزيرة الخضراء، وهذا ما يجعل السيولة في العبور والركوب البواخر. السيد الوزير، يجب إجبار كذلك مسافري الولوج الباحات للاستراحة وإخراجهم حسب ما تمليه الظروف المينائية بطنجة المتوسط، وهذه العملية تكون بين الدرك والسلطة المينائية. انتهى الوقت سيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. هو السيد النائب كان منصف عندما قال أنه جزء من الإشكالية مرتبطة بالرصيف اللي هو عند الإسبان، لكن في الجزء اللي هو مرتبط بانه كاين سلاسه في الطريقه ديال التعاطي والتعامل بين مختلف السلطات المتدخله على الصعيد الاسباني، يمكن نقول لك انه الاشكال ما مطروحش، لان في القدوم في الدخول ما تيكونش عندنا هذا المشكل، عندنا المعامل ديال 1 على 3 بين الدخول وبين الخروج، بمعنى الا جاو حنا عندنا 30,000 تما ما تيجيوش اكثر من 10,000 في دقه واحده اللي تيجي، وبالتالي هذا الاشكال ما مطروحش. الشيء الاخر اللي تكلمتوا عليه ديال الاجراءات، الحمد لله راه حنا قايمين واحد المجموعه ديال الاجراءات، تتقول الزام، حنا ماذا بينا الا عملنا جيو تعاونونا انتم، لان البرلمان الا لزمنا يقول لك وكوكا عباد الله لا ما تلزموا الناس اللي بغى يخرج وقتاش ما بغى وخليهم يوصلوا حتى لتما. هذه من بين الخطط اللي عندنا، اولا في الاتيكي في التذاكر غادي نحاولوا انه تكون واحد الفتره اللي هي مغلقه، وهذا الشيء ديال التحويل الى الباحات هذا كان معمول به قبل ما يتوسع حتى طنجه المتوسط، يمكن غادي نرجعوا له هذه المرحله. انتهى الوقت، نشكركم على حسن المساهمه في هذه